السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الحديث عن الصفر المطلق المحايد وتأويلاته من طرف أرباب النظريات الفلسفية والعقائدية والدينية. حبيت نقول حاجة، إن الذين يعلمون هذا العلم كما هو هم فقط المبدعين والمفكرين اللي جابوا أديان أو إيديولوجيات أو اكتشافات جديدة. أما التابعين سواء من العامة أو من الخاصة فهم مجرد تابعين. وكان واحد منهم يوصل ويفهم هذا العلم، أول حاجة يعملها أنه ينسحب من هذه الإيديولوجية أو هذا الدين وهذه الفكرة، ويكون له مذهب آخر أو دين آخر، أو ينعزل كليا ويبعد على كل هذه الأمور ويكتفي بنفسه. بعد ما يعرف أن الدين اللي كان يؤمن به أو الإيديولوجية اللي كان يؤمن بها من فين مصدرها، وهذا طبيعي. أما الإنسان اللي يدعو لدين معين وإن كان يعني عالم كبير في الدين ذاك، سوى الإسلام سوى اليهودية سوى أي دين آخر، فهؤلاء أشخاص مجرد تابعين. هناك منهم الصادقين وعلى نيتهم وهم مؤمنين بالفكر اللي يدعو ليه، وهم جدا قليلين، ولكن أغلبهم مستغلين ومستفيدين من هذه المناصب مصدر رزقهم وشهرتهم وحياتهم. واللي يعرف منهم شوية يواصل في نفس الطريق من أجل استغلال عامة الناس والحصول على مكاسب شخصية أو غيرها. وفهم هذا العلم ليس بالضرورة أنك تكون تعلمت وقريت على يد معلمين، قد تفهم وحدك عندما تطلع على دين معين أو إيديولوجية معينة أو كتب وتقرأ العمق متاعها وتفهم العمق متاعها، تعرف أن كل هذه الإيديولوجيات وهذه الأفكار عندها مصدر واحد. وقد يكون أيضا الوصول إلى هذا العلم كما هو عن طريق الفطرة الطبيعية والصفاء الداخلي، يعني ما غير ما تشعر تحس هذا الشيء في داخلك، لأنه في الحقيقة هو شيء موجود، فما شكون يحسه وفما شكون ما يحسوش، إذن يقع لك نوع من الإلهام اللي يخليك تخرج على القطيع. كما أن أرباب هذه الأديان أو الإيديولوجيات أو الأفكار الجديدة ليس كلهم بالضرورة نيتهم خايبة عندما يخبيوا الفكر الأصلي الفطري الغنوصي، وإنما أكثرهم يقول لك الناس ما تفهمش لازمني نسهل لهم، يعني تكون عندهم نية حسنة، خاصة هؤلاء المؤسسين لهذه الإيديولوجيات وهذه الأديان وهذه الأفكار. أما اللي يجوا من بعدهم من رجال الدين أو حامين الإيديولوجية أو السياسيين يلقوا حاجة حاضرة قدامهم، أشخاص يؤمنوا بأفكار ومسلمين بها كحقيقة مطلقة، إذن يستغلوهم ويجعلوا لهم القوانين ويركبوا عليهم ويعملوا بهم اللي يحبوا ويعملوا بهم الحروب ويجعلوهم كما نقولوا تحت السيطرة متاعهم لكي يحققوا بهم أهدافهم الشخصية أو الإيديولوجية أو السياسية أو القومية أو الاقتصادية أو غيرها. والذنب في الحقيقة ليس ذنبهم، وإنما ذنب من أعطاهم الفرصة باش يستعبدهم. واحد يجي يقول لك طبق علي الشرع، طبق علي القانون، إيش تحب تعمل؟ تطبق عليه القانون وتطبق عليه شرع دينه أو إيديولوجيته مهما كانت قاسية ويبدأ راضي. واحد يجيك يقول لك استعبدني، إيش تحب تعمل له؟ يصر على أن تستعبده، يقول لك استعبدني مرمدني، أجعلني عبد للدين الفلاني أو للإيديولوجية الفلانية. إذن تلقى ديما أشخاص يحققوا لهم أحلامهم ويستعبدهم. إذن نواصل الحديث في هذا الفيديو، وقد وصلنا في الفيديو السابق إلى المجموعة الثالثة التي تؤول الفكر الغنوصي الأصلي على أساس أنه مثلث. أول من أول السفر المحايد المطلق الموجود
في الفكر الغنوصي الفطري هم تقريبا المعتقدات الفيدية، وذلك في منطقة الهند وباكستان أي جنوب آسيا. وأول من جعل السفر المحايد المطلق مبهم وغير معلوم أو لا أدري هم شمال آسيا نواحي منطقة الصين. أما من رفض الحديث عن السفر المحايد المطلق وتكلم على المراحل الذي بعده الذي اعتبرها منطقية نوعا ما وقريبة للعقل الإنساني هي أوروبا. أما الفكر الغنوصي الأصلي فمصدره إفريقيا، أصل الإنسان الحالي. أما التوحيد طبعا يعرف الجميع أين مصدره، هو الشرق الأوسط. إذن أول السفر المحايد المطلق هم ما نطلق عليهم المعتقدات الفيدية الأولى جهة وادي السند، ثم انتقلوا إلى منطقة الهند وظهرت المعتقدات الفيدية والبراهمية والهندوسية، من بعد ذلك الديانات اللي تنحدر من هذه المعتقدات المثلثة. نعرف احنا اللي في الفكر الغنوصي الأصلي السفر المحايد متكون من ثلاثة مربعات، والثلاثة مربعات هذم هناك مربع يمثل ما يسمى الواحد السلبي، ومربع يمثل السفر السلبي، والمربع الثالث هو الذي ظهر فيما يسمى السفر المحايد. إذن هذه المعتقدات اعتبرت المربع الثالث الذي ظهر هو براهما المتمثل في أربعة أوجه، وهو شكل المربع. هو صحيح بالنسبة لهم واحد، ولكن متكون من أربعة أوجه. الديانة الفيدية هي أول واحدة تكلمت على ما يسمى بالرب، أو ما نطلق عليه الخالق الأول للوجود. هذا براهما هو الرب الأول الذي ليس قبله رب، الذي يمثلونه بالجالس على زهرة اللوتس. العارفين الأوائل للحقيقة في هذه المنطقة تصوروا الفكر الغنوصي الفطري على هذا الشكل، وهم الوحيدين الذي تكلموا من أين جاء براهما الأول. بالنسبة لهم براهما الأول هو خالق ومخلوق في نفس الوقت، فهو خالق عالم الوجود، ولكن هو بدوره ظاهر من السفر السلبي، وهنا السفر السلبي مثلوه بالبيضة، بينما الواحد السلبي مثلوه بالماء أو بالبحر الذي طفت عليه البيضة ثم خرج براهما من البيضة، وبعد ما خرج بدأ يخلق في الوجود والكون. المهم هما ميقولوش أصل الفكرة متاعهم، وإنما يقولون إن هناك رب أول، وإن هذا الرب كان في البيضة، وكانت البيضة ما يسميونها البيضة الذهبية تطفو على الماء، ثم خرج منها براهما العظيم الرب الأول الذي أوجد كل الأرباب التي أوجدت الوجود. ولكن الرب براهما بالنسبة لهم الذي له أربع أوجه، وفي بعض الروايات يقولون إن كانت له خمسة وفقد واحدة
نتيجة حربه مع أحد الآلهة التي خلقها وهي الإله الذي تحول إلى إله شرير وأراد أن يأخذ منه الملك، يتمثل في كل السفر المحايد ببيضته وبمائه، أي بالمربعات الثلاثة الذي يمثلون السفر المحايد. صحيح براهما الذي له أربعة أوجه هو أحد المربعات، ولكن لا يمكن فصله عن المربعات الأخرى الذي واحد منهم يمثل السفر السلبي والآخر يمثل الواحد السلبي الذي هما كما قلنا البيضة والماء الأزلي الذي طفى عليه. إذن هكذا بدأت فكرة التثليث في الديانة الفيدية القديمة وانتقلت إلى الديانات الأخرى. طبعا تفاصيل هذا المعتقد صعب نوعا ما، ويحتاج إلى تفاصيل لكي تفهم الفكرة متاع الثلاثة مربعات اللي يمثلوا واحد واللي هو في الأخير يعتبر براهما بأربعة أوجه. وإحنا هوني ما نحبوش ندخلوا في التفاصيل، وإنما نركزوا على فكرة التثليث الثلاثة مربعات في واحد. خاصية الديانة الفيدية إنها اعتبرت السفر المحايد هي ذات ربوبية، خلاف ما تقول الغنوصية حيث لم تتكلم عن الرب أصلا. فكرة إن السفر المحايد هو الرب هي تعتبر فكرة حديثة بدأت مع الفيدية، وكتبت الكتب الفيدية الأربعة على الفكر الغنوصي بطريقة تأويلية، وكتبت الأبانشيدا التي تعتبر هي مصدر الفيدية. وتقول الفيدية إن هذا الرب براهما الأول ضحى بنفسه لكي يوجد العالم، وهنا تقترب الفكرة من الفكر الصوفي الذي يتكلم عن وحدة الوجود، أي إن هذا الكون هو عبارة على تضحية براهما الأول، حيث قطع نفسه إلى أربع أطراف ومنها خلق الاتجاهات الأربعة التي ظهر فيها العالم والكون. إذن بالنسبة لهذه المعتقدات إن الرب الأكبر أو الأعظم أو الأول مات لكي يحيا من جديد بظهور هذا الكون. إذن فكرة موت الله هي نوعا ما قريبة من الفكر الغنوصي الأصلي، وتونا عرفوها في الأخر، يعني فكرة الغنوصية في مسألة ما يسمى السفر المحايد المطلق. وفكرة موت الله هي اللي خذاها نيتشا عندما قال الله قد مات، بعد أن اطلع على الفكر الغنوصي الأصلي الذي كان السبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جنونه في آخر حياته. إلا أن الفيدية تقول إن الرب أو براهما الأول مات لكي يحيا من جديد، لم يمد للأبد، وبموته سمح للوجود أن يكون له وجود. وهكذا انطلاق من هذه الفكرة قدموا الفيديين الأوائل من بعد من البراهما والهندوسيين وغيرهم دين للمجتمعات متاعهم والشعوب متاعهم آمنوا به، والتوى مازالوا تقريباً مليار يؤمنوا ببراهما وبالآلهات اللي خلقهم واللي ظهروا واللي أوجدوا الكون والعالم. وجاءت فكرة التناسخ والعودة بعد الموت كما هي فكرة براهما الأول الذي هو يمثل العالم بعد موته، وبناوا على الفكر الغنوصي الأصلي كل معتقداتهم ودياناتهم
طريقة سهلة وبسيطة لكي العامة يؤمنوا بها، وبقت الأسرار طبعا عند الرهبان متاعهم الكبار جدا ومن أوجدوا هذه الديانات. وكل مرة واحد يكتشف الأصل متاع الفكرة يخرج لهم بدين جديد كما بوذا ولا غيره. بوذا مثلا جاء وصحح فكرة أساسية اللي هي التناسق، وقال لهم اللي يموت راهو ما عادش يرجع، وإنما يتشتت كما يتشتت جسمه ويعاود يرجع أجزاء مختلفة في عدة أشخاص آخرين، كما إن الجسم متاعه يتحول إلى تراب ويظهر في عدة موجودات أخرى، أي لا يرجع هو بذاته إلا طبعا من يصل إلى الخلاص أو النيرفانا، وهذا موضوع آخر في البوذية. ويعتبر ما يسمى بالسفر المحايد المطلق انتهى وغير مهتم به كليا، لهذا البوذية تعتبر نوعا ما إلحادية. وطبعا احنا مش باش ندخلوا في التفاصيل متاع الأديان، احنا نتكلموا كان على المجموعات الكبيرة. الآن فهمتوا كيفاش من الفكر الغنوصي الأصلي ظهرت فكرة التثليث من الثلاثة مربعات اللي هما في الحقيقة يمثلوا الواحد السلبي والصفر السلبي، ثم ظهور المربع الثالث الذي أوجد ما نطلق عليه الصفر المحايد، الذي هو براهما بأربع روس، والذي أعاد إيجاد الصفر السلبي، ولكن هذه المرة أصبح صفر إيجابي، وأوجد الواحد السلبي الذي هو أصبح واحد إيجابي، ومنهم يأتي فكرة الإلهين اللي وجدهم إبراهما، واللي واحد منهم تحول إلى إله شر وأراد أن يسرق منه الربوبية. فهو حسب معتقدهم إبراهما الأول لم يخلق الشر، بل خلق إله عادي، وهذا الإله هو الذي تحول إلى إله شر نتيجة الغرور والتكبر. وكما قلت لكم انتشرت هذه المعتقدات في منطقة جنوب آسيا، وانتقلت إلى منطقة الشرق الأوسط بشوية بشوية، ولكن وقع تحول كبير بظهور ما يسمى الديانة المزدية التي تؤمن بإله الخير وإله الشر، وهي ديانة نجم نقوله مقدمة لديانة التوحيد التي أوجدت بعد ذلك أول ديانات التوحيد الزردشتية. طبعا احنا هوني ما نشبش نتكلم ولا على الزردشتية ولا على الديانة المزدية، لأن ذلك سوف نتكلم فيه عندما نواصل الحديث عن تاريخ المعتقد والأديان الإنسانية، وإنما هنا سوف ننتقل مباشرة إلى التوحيد اللي يهمنا في الدرجة الأولى كوحدة ومجموعة تؤمن بالتوحيد اللي كما قلت لكم أولها كانت الزردشتية، ثم طبعا ما نطلق عليه الديانات الإبراهيمية. الديانة المزدية التي هي مقدمة الديانة الزردشتية نظرت إلى الصفر المحايد بطريقة أخرى خلاف ما نظرت إليه الفيدية التي اعتبرته براهما، وإنما نظرت إلى هذا الصفر على أساس إنه ثلاثة أشياء كل شيء لوحده، حيث الثلاثة مربعات يمثلون في الحقيقة حسب معتقداتهم هما وكيف شافوا الأمور على أساس إنه ثلاثة أشياء كل واحدة مستقلة عن الآخر، وهي أن هناك الزمان والمكان والرب، وهذا الرب الذي ظهر بعد الزمان والمكان أو أوجده الزمان والمكان
هو في الحقيقة رب متكون من ربين، أي رب الخير ورب الشر. لهذا عندهم أسطورة تقول إن أبوه رب الخير ورب الشر هو الزمان أو المكان أو كلاهما، ولدوا أو أوجدوا إلهين هارو مازدا وأهرمان. هؤلاء يمثلون المربع الأخير الذي هو في الحقيقة اثنين مثلثات، لأن المربع وقت نقسمه على زوز يولي زوز مثلثات، مثلث يمثل الخير ومثلث يمثل الشر. وهذا المربع طبعا موجود مع زوز المربعات الأخرين اللي هما واحد يمثل المكان والآخر يمثل الزمان أو الدهر. وإله الخير والشر انطلق من السفر المحايد وبدأوا يخلقون في هذا الكون، فإله الشر خلق كل ما هو شر، وإله الخير خلق كل ما هو خير، وهذا يتمثل فيما يسمى بالنور والظلام. وهذه الديانة المزدية لو ننظر إليها من قرب سوف نراها أخذت من الفكر الفيدي حول ما يسمى إعطاء معنى للسفر المحايد كذات فعلية، وبين الفكر ما يسمى شمال آسيا أو الصين الذي رفض الحديث عن السفر المحايد الكلي وتكلم بعد السفر وما وقع بعد السفر، وأهملوا السفر المحايد واعتبروه شيء مجهول. إذن الديانة المزدية أعطت تفسير جديد للسفر المحايد، ثم أخذت أفكار من الديانة متاع شمال آسيا وخلطت من بين هذه الديانات ما يسمى جنوب آسيا وشمال آسيا، وأوجدت فكرة المزدية التي هي إله الخير وإله الشر، واعتبرت أن العالم هذا أوجدوا إلهين، وهي كما تعلمون الفكر الثنائي في الاعتقاد. ولكن من هذا الدين خرج ما يسمى الفكر الزردشتي الذي اعتبر أن إله الخير هو الذي يجب أن يعبد، وإله الشر يجب إهماله كليا بل محاربته، وأن تكون مع إله الخير ضد إله الشر. ثم طبعا كما تعلمون بدأت ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي سهلت الأمور وفسرتها بطريقة بسيطة، واعتبرت ما يسمى بالسفر المحايد المطلق هو كله رب بدون تثليث بدون أي شيء، وفي نفس الوقت لم تعطي له اسم ولم تعطي له وصف، واعتبرت حاجة يجب الإيمان بها كإله مطلق الرب الأوحد. يمكن أن نقول إن الديانة الإبراهيمية الأولى التي يطلق عليها الحنفية أو ما يسمى الإسلام، أيضا يطلق عليها الإسلام، هذه الديانة عادت بالمعتقدات إلى الطبيعة الغنوصية الأولى نوعا ما، إلا أنها اعتبرت السفر المحايد هو الرب، بينما كما قلت لكم في الفكر الغنوصي الأصلي السفر المحايد ليس برب وليس له علاقة بالربوبية أصلا، وهذا سوف نبحثه في الفيديو القادم. بينما في هذه الفيديو نواصل الحديث عن فكرة التوحيد بصفة عامة بعيد على الأديان الإبراهيمية والزردشتية وغيرها. الموحدين بصفة عامة كلهم يؤمنوا إن السفر المحايد المطلق هو الأول وهو الآخر الذي ليس كمثله شيء، وهو رب
كامل بأتم معنى الكلمة، لا زمان ولا مكان ولا شيء، ولا ثلاثة ولا مربعات ولا حد شيء، بل هو رب قائم بذاته وليس قبله شيء، فهو الوحيد واجب الوجود، ما غير فلسيف، ما غير حد شيء. هذا السفر المحايد هو الرب فقط. واعتبروا ما هو السفر السلبي ما هو إلا عرشة، والواحد السلبي ما هو إلا الماء الذي عليه عرشة أو البحر. وأن هذا الإله اللي اليهود ميحبوش يعطوه اسم، وحتى المسلمين يقولون الاسم الأعظم، وغيرها من الأديان التي لا تبحث فيه بل تعتبره حقيقة لا نقاش فيها، وإنه هو اللي من بعد خلق الزمان والمكان والوجود كله، وأنكروا كل ما هو قبله لأنهم يعتبرونه هو واجب الوجود، وإن كل ما هو قبله لا وجود لأن ليس هناك قبله، فهو الأصل، هو الأول وهو الآخر، كما اعتبروه هو حي لا يموت، وهو موجود، وهو الذي خلق الكون، وهو الذي يسير الكون، وهو لا يجزأ ولا يقسم ولا يسبقه أحد، وهو فريد من نوعه ليس كمثله شيء، وهو شيء لا كالأشياء، ليس مجسم وليس مادي، وإنما هو روح الكون وروح الوجود، فهو غير مجسد وغير محدد، أزلي كلي، هذا هو الرب بالنسبة للديانة التوحيدية، الذي هو كتلة واحدة يشمل كل الكون وما وراء الكون، وهو الكمال المطلق واجب الوجود. إذن هنا كل الآلهة التي ذكرت في الديانات الفيدية تحولت إلى ملائكة، وإله الشر تحول إلى إبليس، وتغيرت كل المعطيات، وظهرت نظرية جديدة لإله أوحد أحد، الذي هو واضح في القرآن فيما يسمى سورة قل هو الله أحد، وهنا كلمة هو يعني شيء ليس له اسم، وإنما نعطي له اسم الله، ولكن له الاسم الأعظم اللي ما يعرفوه كان المقربين، والاسم الأعظم هو في الحقيقة السفر، والذي لا يذكر وإنما يحس. من يقول لك إنه يعرف الاسم الأعظم يكذب عليك، خاصة في الصوفية يقول لك نبحثوا على الاسم الأعظم، أو حتى في اليهودية ولا واحد يعرف الاسم الأعظم، لأن الاسم الأعظم لا ينطق على حسب المعتقدات الإبراهيمية القديمة، وإنما من عرفه وحسه ووصل إليه يمكن أن يقول للشيء كن فيكون على حسب المعتقدات متاعهم. طبعا هذه معتقدات وخرافات يكذب بها علماء الدين وشيوخ الصوفية على عامة الناس باش يخليوهم تحتهم ديما عبيد، ونفس الشيء طبعا يعملوا اليهود. إذن ما يطلق عليه الاسم الأعظم هي حالة نفسية حسية لا أكثر ولا أقل، يصل فيها الإنسان إلى حالة استقرار وغيبوبة كلية تشبه العدم الكلي، يرجع منها فرحان اللي رجع له الوعي والإحساس. إذن في القرآن سورة الإخلاص تلخص هذه الحالة بقول القرآن قل أي سلم واعترف إن هو المجهول أحد، أحد ليس يعني واحد، أحد يعني حاجة فريدة من نوعها، قل هو الله أحد، الله الصمد. هنا الصمد المقصود به هو الكمال المطلق، وهذا طبعا بحثوه عندما نتكلم على الفكر
الغنوصي في قضية الصفر المطلق. الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني ليس هناك ولادة أو إنجاب. يمكن يكون معناتها نشبهها بالبيضة أو بأي حاجة أخرى، المهم ليس هناك ولادة. ولم يكن له كفؤا أحد، وبالفعل الصفر ما عندوش حتى حاجة تشبه له، وإحنا نعرف هذا أن الصفر هو فريد من نوعه. إذن كي ناخذ هذا الكلام على حسب المعرفة الغنوصية، نجم نقول حالة تشبيهية للصفر المحايد المطلق، ولكن طبعا ليس كما يفهمها المسلمون ويفسرها المفسرون. فبعض الصوفيين يعطوها تفسير قريب من الحالة الغنوصية. إذن هكذا وصلنا إلى آخر الفيديو، وعرفت المجموعات الأربعة اللي يتكلموا على ما يسمى بالفكر الغنوصي الفطري، وكل واحد كيفاش يعطيه تأويل وتفسير لكي عامة الناس يفهموه، أو من أجل أهداف أخرى، من أجل السيطرة على الناس والتحكم فيهم، خاصة الأشخاص اللي يجيوا من بعد ويدعون لهذه الإيديولوجيات أو هذه الأديان، ويستغلوا ضعف الناس وخوفهم من الموت وخوفهم من الحياة ومشاكل الحياة لكي يستغلوهم ويستعبدوهم ويعملوا بهم اللي يحبوا. إذن أهم شيء في هذه الحياة كما نقولها ونعاود، أن تكون رب نفسك، ما تعمل على حد مهما كان، ما تعملش عليه، وعمل على روحك وعيش حياتك وميهمكش في هذوم الناس الكل، لأنك راك في الأخير باش تموت، والحياة هذه لازمك تستغلها أكثر شيء ممكن. ما تضيعش وقتك باش تتبع فلان، ولا باش تقدس فلان، ولا باش تقدس هذيك الفكرة. كل شيء راهو فيك أنت، في داخلك أنت كائن قائم بذاته، حتى حد ما يتحكم فيك. وهذا ما سوف نعرفه في الفيديو القادم حول رأي الغنوصية في الصفر المحايد المطلق، الذي يعتبر على حسب التفكير الفطري الغنوصي هو نقطة الوسط، وهو أصل الوجود الحالي، وبغض النظر هل هو حقيقة أم حتى هو بحد ذاته كذب وخيال وتصور إنساني. المهم عندما تعرف كل هذه الأمور، أكيد طريقة تفكيرك باش تتبدل، وباش تولي تنظر العالم هذا بطريقة أخرى، يمكن تكون أكثر واقعية وأكثر منطقية، نتكلم بالمنطق الإحساسي الداخلي، وتولي للحياة متاعك عندها معنى، حتى وإن كانت في الأصل ما عندها حتى معنى. المهم وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أرجو أن يكون واضح، يكون وضح لكم بعض النقاط. طبعا كل إنسان يفهم كما يحب هو يفهم، ويحكم كما يحب هو يحكم. ومعاه فيديو قادم، وبسلامة.